المحاسب طارق سعيد حسنين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة ونائب طبعا نائبنا الجميل يا أستاذ طارق. أهلا بيك يا حاج طارق. ألو. أيوة حاج طارق إزيك؟ أهلا أهلا، أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله يا أبو كباتن. إزيك يا كابتن؟ أهلا بيك يا حاج طارق، ومعانا النهاردة مشرفنا، لسه كان يعني بيتكلم ويعني وقال عليك شعر كابتن خالد عيد طبعا المدير الفني لنادي الترسانة الجديد. واحنا كعادتنا دائما في دوري بلدنا بنميل للأندية الشعبية، وانا شخصيا يعني غير ان انا بعشق نادي الترسانة وعضو في نادي الترسانة، والشواكيش ده يعني من زمان مع والد الله يرحمه وجد الله يرحمه، كلنا نتمنى نادي الترسانة التوفيق. ربنا يكرمك يا كابتن، السنه دي ربنا يوفقنا. الموضوع صعب صح في الدوري الجديد؟ طبعا انا عارف ان انت عندك جلسات وانا خرجتك من الجلسه، لكن ما ينفعش الكابتن خالد عيد يبقى معانا وما يعني ما تقولوش كلمتين وهو يقول لك كلمتين. يعني انا طبعا انا برحب طبعا بالكابتن خالد، مدرب كبير طبعا وليه بصمات حاجه محترمه، وراجل جه معايا وكله امل وكله طموح هنطلع ان شاء الله السنه دي، واحنا الحقيقه نوفر له كل الامكانيات عشان يقدر يطلع السنه دي، انه مع ان الظروف صعبه وال المجموعه بتاعتنا مجموعه قويه جدا طبعا، وانا مالناش اتحاد لازم يتوسع الكلام ده، ما ينفعش يبقى المجموعات كلها مش بنفس القوه. انا عايز مجموعه القاهره دي مجموعه قويه جدا جدا، مجموعه الدوري الممتاز زي ما احنا بنقول دايما، بعديها بحري وبعدين الصعيد، ما ينفعش كده، مفيش تكافؤ بصراحه اي فلازم لينا وقفه بالقصه. طبعا انا برحب بيه طبعا في نادي الترسانه، وان شاء الله يكون سنه صعود بامر الله. واضح ان كمان عاملين تقرير مع الجمهور قبل ما هترك الكابتن خالد عيد يتكلم معاك حاج طارق، يعني واضح ان في ارتياح كبير جدا جدا من جماهير نادي الترسانه ومن اعضاء نادي الترسانه لتعاقد الكابتن خالد عيد مع نادي الترسانه هذا الموسم. الحمد لله رب العالمين، التوفيق من عند ربنا، انت عارف الجمهور قلاب. كابتن خالد معاك. كابتن خالد عايز تقول ايه للمحاسب طارق سعيد حسن؟ اقول للمحاسب طارق طبعا انا شرف ليا ان انا موجود معاكم في نادي الترسانه، نادي كبير طبعا، وشرف لاي مدرب اللي هو يكون موجود، وان شاء الله حاج طارق هنبذل اقصى جهد عندنا عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي، والترسانه ان شاء الله تبقى في الممتاز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وامر الله. احنا بنشكرك واسيبك للجلسه تكملها، وان شاء الله تبقى معانا وتشرفنا في حلقه قادمه ان شاء الله. يعني يا سياده النائب ان شاء الله. بنشكرك المحاسب طارق سعيد حسنين رئيس مجلس اداره نادي الترسانه.